مليار ونصف مليار دولار هو رقم فقدته حكومة بلد غارق في بحر من الأزمات بعد أن تحولت موانئ تصدير النفط والمنشآت الاقتصادية إلى هدف عسكري. تقول الحكومة على لسان القائم بأعمال المندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة علي نعمان إن هجمات جماعة الحوثي أدت إلى توقف تصدير النفط منذ أغسطس الماضي متسببة بخسائر مادية باهظة لخزينة الدولة. هذه الخسارة ألقت بظلالها على الخدمات العامة للمواطنين وحالت دون صرف مرتبات موظفي الدولة في عموم المحافظات، وهما ضاعف من واقع الأزمة الناتجة بفعل الصراع الدائر في البلاد. يتحول الاقتصاد اليمني إلى مسرح جديد لصراع لم يكن الحوثيون وحدهم من يشعله، فالتحالف هو الآخر تسبب بالأزمة من خلال السيطرة على كبرى المنشآت الاقتصادية الحيوية في اليمن. وإلى جانب السيطرة على المنشآت النفطية شكلت أبوظبي ميليشيات مسلحة خارج إطار القوة الحكومية ونجحت في تحويل المحافظات الساحلية إلى ساحة مفتوحة لصراع غيب الاستقرار وصنع من العاصمة المؤقتة للبلاد والمحافظات الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الانتقال بيئة طاردة للاستثمار. أما النتيجة فجلية للعيان وتبدو أكثر وضوحا في هيئة طفل أنهكه الهزال ومشرد لا يجد ما يؤويه ونازح فقد الوطن وكل مظهر من مظاهر الحياة.